راك عاد الفاز خير من الدنيا وما فيها. ما كنظنش كاين شي سبب ولا شي عنصر محفز ولا شي علاش كبر من هذا النص. صافي سالينا. الا كنتي كتقول ما عنديش هدف وشنو غادي نفيق ندير، ولا داكشي اللي غادي نفيق نديرو بكري نديرو في 10 الصباح ولا في نصف الليل، راك ضيعتي حاجه كبيره اصاحبي، ولا ما كتقارنش مع اي حاجه كتشوفها عينك، ولا هدف كتحلم به، ولا خدمه كتمناها، ولا شخص تكون معاه، وزيد داكشي في بالك واي نجاح باغي توصل ليه. واش تخيلتي الحجم والوزن ديالها ملي تكون ناعس ولا معمر التليفون باش تفيق وهو كيصوني وانت ما قادش تنوض؟ فتفكر هذا السبب وتمعن فيه مزيان، وبلي هذاك النعاس ولا الراحه اللي كتقلب عليها فيه راه غير مزوره ومزينها لك الشيطان والنفس ديالك. حتى لين غادي تبقى هكا؟ حتى لين غادي تولي عندك عاده وحقيقه ماشي غير باغي ندير وندير؟ وما تنساش ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. انت الاول غادي يجي منك التغيير، ياك باغي تنجح واكثر من ذلك باغي الفلاح، ها هو ديال هنا والهين، عصفورين بحجر واحد. ما تسناش تقرا كتاب ديال التنميه الذاتيه ولا يقولها لك مدرب امريكي ولا رجل اعمال يهودي عاد تنوض تبغي ديرها. هما تيفيقوا بكري باش تكون عندهم الانتاجيه في اليوم ديالهم ويحافظوا على صحتهم وعلى عقلهم، فاحنا اولى منهم باش نفيقوا بكري حيت كاينه في الدين ديالنا وفريضه عظيمه كنضيعوها، والمزايا ديالها كبار وكبر من هاد الدنيا والعالم اللي كتشوف بعينيك. الا كنتي كدير سبب صحابك كيبقاو شادينك بالليل، ولا عائلتك خاصك تبقى جالس ومقصر معاهم، ولا فلان وفرتلان خاصك تميساج معاه، فلا طاعه للمخلوقين في معصيه الخالق، وكتعصى حتى راسك حيت غادي وكتهرسو وكتدمرو. ما تفكرش في المتعه اللحظيه والاشياء اللي كطير بالزربه، بني راسك على الصحه صاحبي. الا ما فقتيش راك ضيعتي كلشي، شنو مازال ليك؟ لا معنى للاشياء الاخرى حيت ما كاينش الساس ولا حول ولا قوه ولا راحه لنا الا بالله. ما تحرمش راسك من النجاح والفلاح الحقيقي، وخذ هذا السبب اللي قلت لك وبحث فيه وتمعن فيه مزيان، وربي يقوينا كاملين ان شاء الله.